مهم. طبعا نعم. بنقول انا النهارده يعني مع تسديد النقد الاجنبي اللي اثر كثيرا على دول عديده من ضمنها مصر انه ازاي يعني امارس حقي في المؤسسه اللي انا عائد فيها ليا حصه نقديه فيها في هذه الحاله تصل الى 8.8 مليار دولار. نعم. في هذه الحاله وده المهم. المفاوضات منذ نهاية مارس اللي فات لحد اليوم حققت يعني تطورات إيجابية في الشهر الأخير بأنه الصندوق يطلب ثلاث حاجات مهمة. أيوة. نمرة واحد اللي هو بالنسبة لبرنامج الدعم بكل مشتملاته. فأول بالنسبة لدعم الطاقة تم رفع أسعار المحروقات اللي هو الطاقة بصفة عامة وخرج مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وشرح الزيادة ليه وعشان ايه وشعب مصر ذكي جدا بيتفاهم هذا. الحاجة الثانية فيما يتعلق بدعم رغيف العيش والسلع التموينية هي بتقدم فعلا الصندوق برضه لما توصل للمستحق خلاص. اما فيما يتعلق ببرنامج الطرق لا ثانية واحدة معلش يا دكتور فخر ما هو مهم قوي اصل انا عندي يقين وبراهن على ده انه الشعب المصري لما بيفهم وبيبقى الكلام واصله بيدوره في دماغه بيقدر يقتنع وبيقدر يرد على اي حد بيحاول ياخد ودنه في حته تانية. تمام. الكلام اللي حضرتك قلته في غايه الاهميه فيما يتعلق بالدعم. الشرط كل انواع الدعم عند كل انواع الدعم كل اللي يهم صندوق النقد انه يتاكد انه الدعم بيصل لمستحقيه دون اهدار بس ده اللي يعني. انما ما يفرضش على اي دوله مش بتكلم على مصر يا فندم ده بسيبها لك انت صاحبه الشأن ما يفرضش على اي دوله تقول له لا انا مش هديك قرض الا لما تشيل الدعم عشان لا يعلق في يعني عنق الصندوق النقد الدولي انه سبب في اي شيء وبيترك عملية التصرف للدولة نفسها والحكومة نفسها. طيب. فبيقول الدعم انا عايزه يوصل للمستحقين. وده مهم جدا مش سهل عملية. طبعا. مش سهل. الدولة نفسها عايزة ان الدعم يصل للمستحقين. المستحق ده فين بالظبط؟ وبالتالي الحاجة الثانية ان هو بيوصل للمستحق ما يكونش فيه حاجة يبقى فيه هدر فيه. نعم. وبالتالي الهدر ده بيبقى على حساب المواطن نفسه. طبعا اللي في الاخر طبعا والله انا النهارده لو مواطن غني وابقى متاكد انه الدعم بيصل لمستحقيه والدنيا غاليه عليا انا شويه هستحمل اقول لا ما هو الناس دي احق طبيعي انا بتكلم على البني ادم السوي يعني صحيح النهارده لما اكون لو البنزين مدعم طب ما هو بيستفيد بيه الغني قبل الفقير صحيح اللي عنده عربيه كبيره و صحيح الحاجة الثانية بيستفيد منه المصري وغير المصري المقيم في مصر نعم فما ينفعش كده ما ينفع صح الطاقة كده الدعم فيها يروح للغني قبل الفقير يستفيد ويوفر أكثر وبالتالي لو استمرت المنظومة بهذا الشكل على مدار سنوات وعقود تخلي الغني يزداد وغير كان المصري حصل استنزاف والفقير يزداد فقرا نعم طيب يبقى معنى كده انه في حالة موافقة صندوق النقد انه معنى كده انه تاكد بنسبه كبيره انه الدعم في مصر بيصل لمستحقي ده المهم يا فندم والاهدار انا في حاله اذا كانت هناك اهدارات بيتم التعامل معها زي مثلا موضوع ان رغيف العيش والسلع التموينيه نعم النهارده احنا عارفين بالظبط اللي بيوصل اللي بياخد الدعم رغيف العيش والسلع التموينيه اللي هو في تنقيط القواعد البيانات يعني اكثر من مره لحد لكن الزيادات اللي بتتم اضافات لانه في زياده سكانيه كبيره غير عاديه بالظبط غير عاديه طيب دي جزئيه حضرتك